زي اي حد. انا بس كنت قافشه عليه من اللي حاصل، بس خلاص لازم استفاد منه. بس ما هو مش معقوله يعني اقف جنبه وفي زنقته وهو بدل وبيه وانا افضل زي ما انا. لا ده انت تقولي تاني بقى عشان الكلام ده كبير. بص يا متولي، احمد ده كان ايه؟ ولا حاجه. ولو انا كنت شهدت مع بلحه كان زمانه مرمي في اللومان دلوقتي. ولا لو ما كنتش متاكده وعارفه كويس ان انت اللي وصلته للي هو فيه كان زمانه صايع وضايع. يبقى نسيبه بقى ياكل الفته لوحده ولا المفروض يغرف لنا؟ لا طبعا، ازاي المفروض احنا نغرف لنفسنا؟ حلو قوي، تعجبني كده. انا مش بشككك فيه ولا حاجه، هو لحد دلوقتي ما لعبش معانا الدنيا، بس لو فكر بقى يلعبها انا مش هسكت. فريال، لو قلت لك ان انا عايزني ازاي يعني؟ نتجوز. طبعا. طب يعني وانت مستعجل ليه؟ واحده واحده. يعني انا افهم من كلامك ده انك موافقه؟ بس يعني واحده واحده يعني، بعدين كل بقى الاكل برد يعني. ماشي هاكل، بس يعني انا ماشي خلاص هاكل. مش عارفه اقول لك ايه والله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني يا روحي. مين جوه؟ مفيش حاجه ابدا، انا كنت بغير هدومي. مين معاك جوه يا سامي؟ مفيش حد، انا كنت معلي التلفزيون بس وانا بغير هدومي. في ايه؟ مالك؟ كنت فين؟ انت كنت بتعمل ايه؟ انت ما بعملش حاجه، بقول لك كنت بغير هدومي. انت قلت لي نازله وحاجه احتمال اتاخر يعني. طب انا عايزه ادخل فوق تاني. يا بنتي تعالي بس نقعد مع بعض شويه، انت كنت وحشاني قوي. تعالي يا روحي. تعالي، اخبارك ايه؟ مالك في ايه؟ استني هنا. بنتي اوعى. عايزك تعالي. عايزك بس ايه؟ دي احسن صفه في الدنيا على فكره، تبقي ريلاكس كده ومفيش اي حاجه في الدنيا في دماغك. انا مش عارفه اقول عليك ايه. ايه اللفظ اللي ممكن يتقال على واحد زيك؟ ده نسوان تقدري تقولي كده مش اكتر. ما تتصوريش يا ايتن انا قد ايه بحب الحريم، وخصوصا النوعيه دي. لما بقعد مع واحده منهم بحس اني بملك الدنيا وما فيها. يا اخي كسف من نفسك، اعتذر على الاقل. ليه؟ هو انا عملت ايه غلط؟ احنا من قبل ما نتجوز وانت عارفه عني كده، ولما واجهتيني ما نفتش، صح ولا غلط؟ صح فعلا، انا اللي غلطانه اني اتجوزت واحد زباله. اتجننتي ولا ايه؟ اتجننتي؟ اوعى تسيبني. تعالي هنا، انت رايحه على فين؟ مفيش روح من البيت ده الا باذني. تبتدي بالبنات ولا ايه؟ واللي حواليك عليه تعمليه، سامعه؟ أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. في علمسة. في إيه أنتِ مش أنا؟ هاتي من الآخر يا سيدة. إيه من الآخر؟ إيه الكلام ده؟ لا بقولك إيه يا حبيبتي، اسمعيني كده كويس. أنا مروة غير إخواتي كلهم. يعني أنا ممكن أمسك فيكي دلوقتي وأعمل معاكي مصيبة. أنا اللي يضايقني أو ينرفزني وأنا جاية من الشغل وتعبانة ما بسيبوش في حاله، حتى لو كان أنتِ يا سيدة. طب يا سنيورة، بهدوء كده. كنت فين؟ عايز تعرف انا كنت فين؟ عايز اعرف عشان قلبي يطمن وارتاح. حاضر هقول لك انا كنت فين يا حلوه. انا كنت مع احمد ابنك. احمد؟ واتقابلنا في مطعم شيك قوي، بصراحه اكلني اكل حلو قوي. عارفه دفع حساب كام؟ 1000 جنيه. يا لهوي 1000 جنيه؟ مش بس كده، ده انا سمعت كمان ان ابنك احمد ما شاء الله الله اكبر كده عايش في فيلا، انما ايه تشرح القلب، وسايبك انت هنا مرميه في الحاره المعفنه دي. يا نهار بتين بتين، ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ تاخدي عنواني يا سيكا؟ اخده. شايف اكل الناس الاغنياء؟
غنيت يا عم فين الفول والطعميه؟ فول الطعميه الله يرحم الفول والطعميه. وبعد امي بتعمل عليه بزيت العربيات. يا سيده شافت الاكل ده؟ شافت الاكل ده جيت صوره. وبعدين شوكه وسكينه ليه؟ تغمس يا عم غمس. يا عم ناكل بايد يا عم اكل نعرف خيار زيتون. كل يا عم الف عام. بقول لك ايه؟ انا لازم امشي دلوقتي. رايح فين؟ عندي مشوار مهم لازم اعمله. مش تيجي على الشركة؟ هبقى ارجع بعد كده على الشركة. ماشي. انا هخلص فطار واروح على الشركة على طول. انا عايزك تاخد راحتك. اقعد هنا برطع. عندك حمام سباحة اهي. انزل فيها. عمر اهلك برضه ما نزلوا. خد دي وانت في الطريق. عمر اهلي. عندك حق. هما فين اهلي؟ ليش انت تقعدي معانا في الفيلا دي؟ يعني هتقدر تعملي الورق ده من غير ما اروح؟ اصل موظف شؤون الطلبه صعب. لا يا شيخ. طب بقول لك ايه؟ هو طلب مني 4 صور. لا بس هو قال لي 5. يا عم هو قال لي 4. طب انت هتخسري ايه اما اخد واحده زياده؟ مش احسن ما يطلبها مني وما تكونش معايا؟ والله عندك حق صح. ماشي 5. يعني هتديني 5 صور؟ ما خلاص يا عم قلنا 5. صباح الخير. صباح النور. سمير بيه موجود؟ موجود. ثانية واحدة بالله. الو استاذ سامح عايز يقابل حضرتك. تمام اتفضل. شكرا. صباح الخير. صباح النور. سامح ازيك عامل ايه؟ بقعد
ايه تليفونك قلقني بصراحه. انا مش فاهم حاجه من ساعه ما مضينا العقود. يعني ايه دلوقتي؟ احنا عملنا شراكه ما بين شركتي وشركتك، مظبوط؟ وسبت لك حق الاداره. انا مش شايف اي شغل اتعمل، وخايف الموسم يضيع عليا واخسر كل حاجه. ده على اعتبار يعني انك كنت بتكسب وما خسرتش الموسم اللي فات الجلد والسقط. لا الموسم اللي فات كنت ماشي كويس قوي. وبعدين بص، انا مش ده اللي قلقني، الاتفاق اللي بينا مش هو اللي قلقني. انا كل اللي قلقني تكون ايتن ضايقتك ولا زعلتك، وانا بصراحه مش عايز حد يضايقك ولا يزعلك. يعني ايه؟ يعني سيبك من حكايه المكسب والخساره دي، لان انا عارف موقفك المادي وموقف شركتك من قبل ما نضم الشركتين لبعض. انما بقى كل اللي انا مش عارفه، انت عايز ايه؟ تقصد ايه يا سمير بيه؟ تقصد ان انا نصب؟ راجل نصب ايه اللي انت بتقوله ده؟ جايز عايز تقف على رجليك من تاني، ودي حاجه كويسه قوي. وعشان كده انا هعمل معاك ديل، اتفاق جديد. شوف يا سامح، انا كل اللي يهمني دلوقتي شركتي اللي انا بعملها بره، وخلاص ما بقاش في سوق هنا ينفعني. وتعبت، تعبت من كتر الصدام مع ايتن وزينب، خصوصا يعني ان اللي بيحكم العلاقه بينا مسائل شخصيه. يعني انت لو تحب تدير الشركه دي من النهارده انا ما عنديش مانع. وبعدين يا راجل انت كفء، انا بثق فيك وواثق انك ممكن تقوم الشركه دي على حيلها. وبعدين احنا بقينا قرايب، ده احنا بقينا اهل، ده انت جوز بنتنا يا راجل. ها قلت ايه؟ الحقيقه انا من ساعه ما شفتك وانا عايزه اتكلم معاك، انا حاسه ان انا مذنبه في حقك. انا كنت خايفه عيني تيجي في عينيك. يلا يا زينب، اللي فات مات. لا اللي فات ما ماتش ولا عمره يموت ابدا، انت ليك حق ولازم تاخده. عارف يا عبد الله، انت من ساعه ما شفتك وانا عماله افكر لازم اوصل لنتيجه عشان انت تاخد حقك، وكل ما اوصل لحاجه اقول لا ده لا يمكن يرضي عبد الله، ده ضيع حياته في السجن. بصراحه انا زعلانه من نفسي قوي. صدقني سميره قال لي ان انت عملت كده وانا عمت على عمه. والله وانا عمري كذبت عليك يا عبد الله؟ لا طبعا، انا برضو كنت مفكر بقول مش ممكن زينب تبيعني البيعه دي. انا بيعك؟ ده انا بيع الدنيا كلها ولا بيعكش يا عبد الله، ده اللي بينا كتير قوي، والله كان غصب عني. المهم يا زينب، انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ انا ضميري مش مستريح ونفسي ارد لك حقك. ازاي؟ العز اللي هو فيه واللي انت فيه واللي انا فيه ما انكرش، كل ده لازم يكون ملكك انت يا عبد الله، مش ملك حد تاني. والفلوس اللي اتسجنت وضيعت عمرك بسببها، ولولاك انت شلت القضيه كان زمانه بقى هو اللي مسجون. زينب انت عماله تلف وتدور من الصبح، قولي لي عايزه ايه بالظبط مني؟ انا عايزك تعيش اللي باقي من حياتك وانت مستريح. ازاي؟ ازاي قولي لي وانا عامل ده؟ انا هقول لك، بس صدقني صدقني يا عبد الله، انا بقول لك ده لمصلحتك عشان انت ليك حق ولازم ارد لك حق. هروح من ربنا فين لو فضلت ساكته كل ده؟ صح يا زينب، الواضح ان انا ظلمتك قوي. زينب سامحيني، انا ظلمتك كتير كل الفتره اللي فاتت دي، وانا ظلمك فعلا، انت مظلومه، كتر الف خيرك. من الاخر كده انت عايز تقولي ان مدحت هيتجوز مروه؟ لا هو مش جواز قوي يعني. هو في حاجة اسمها جواز ومش جواز؟ يا جواز يا صياعة. هي في الحقيقة صياعة، بس بشكل شيك شوية كده عشان صاحبتك ما تزعلش وتتضايق. هو أنت عارف اللي أنت بتقوله ده اسمه إيه؟ اسمه فلوس ورصيد في البنك. أوعى يا ماما تفتكري إن صاحبتك دي سهلة. دي بترسم وبترسم على كبير قوي كمان. أهم حاجة بقى في اللي هي بترسمه ده إن إحنا نبقى وراها، أكننا إحنا اللي رتبنا له. وهي بترسم على إيه بقى؟ صاحبتك عارفة ومتأكدة إن مدحت بيه ما بيطقش حاجة اسمها وجيه، وعارفة إن وجود وجيه في الطريق هيخلي مدحت يتجنن ويتجوزها رسمي، عشان وجيه ما يفتكرش إن هو انتصر عليه وخطف منه المزة.
يعني هي كده كده نوياها اهم حاجه ان احنا نبقى وراها، نفهم مدحت بيه ان احنا لينا دماغ البنيه وسهلنا له الليله دي ونطلع بمصلحتنا. هي بقى عرفت تظبط، ما عرفتش ملناش صالح. هو انت فاكر ان انا ممكن ابالك صاحبتي؟ صاحبتك ممكن تبيعك يا حبيبه قلبي ذات نفسها. صدقيني انا لا، انا مش مصدقه حضرتك كلمتني. انا ايوه طبعا مبسوطه جدا. تمام. طب معلش انا اسفه، استاذنك ممكن شويه اكلمك؟ اوكي باي باي. صباح الفل. انت اللي جابك هنا؟ دي مقابله. اقول لك صباح الفل وتقولي اللي جابك هنا. احمد انا هنا مكان شغلي، ولو سمحت انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه يا بنتي؟ ولا جاي هنا عشان اقول لك مشاكل؟ انا بس جاي عشان افهم. تفهم ايه؟ اصل وجهي اللي انت شغاله معاه ده جامد قوي، علاقاته في البلد واصل لابعد حد. بصراحه يعني استغربت ان انت ممكن علاقتك توصل للمستوى ده، فقلت يعني اما يبقى ابن عمتك وحبيبك محتاج يعني انه استفيد بالعلاقات دي، اكيد مش هترفضي ولا ايه يا مار؟ وانا بقى المفروض ايه؟ اصدق الكلمتين دول؟ وحياتك عندي يا مارو زي ما بقول لك كده، انا هكدب عليك في ايه يعني؟ ده هو ال ده ايه ده كمان؟ اللي جابها هنا؟ هي مش دي تبقى اختك برضو؟